بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم نمضي على طريقك، فثبت اللهم أقدامنا على طريقك، ونصلي ونسلم على سيدنا من علمنا أن نعبد الله على علم، من علمنا أن نعبد الله على حب، من علمنا كيف يحب المؤمن أخاه. في هذا الإطار وفي هذا المعنى في حياتنا تفاصيل كثيرة، ما فيش حد مننا ما قالش لحد في لحظة ما يا أخي إيه اللي بينك وبين ربنا عشان ربنا ييسر لك كل الأمور دي. ودايما نشوف ونسمع مشايخنا لما بيقولوا رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. تعالوا بنا نتعرف إيه اللي بيننا وبين ربنا، والمعنى ده معنى إيه، عنوانه إيه، مع فضل الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف. الشيخ محمد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ. أعتقد حضرتك دايما بتصفك كتير حاجات تقول يا سلام إيه اللي بين الراجل ده أو بين هذه السيدة وبين ربنا عشان ربنا ييسر لهم الأمور ويشرح لهم الصدور ويفتح لهم الأبواب الواسعة. نعم. ده معنى إيه؟ أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أولا السر في الإنسان بين العبد وبين ربه هو أمر جعله الله سبحانه وتعالى كامن في طاعته أولا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. علشان كده يمكن أما جه الإمام البخاري يصدر المصنف بتاعه صدره بحديث إنما الأعمال بالنيات. ده أول حديث في أول حديث في أيوة في صحيح البخاري. صحيح البخاري. فأما صدره قال العلماء أن هذا الحديث نصف الإسلام. هذا الحديث نصف الإسلام. طب نصف الإسلام ليه؟ قالوا لأن الإنسان إما أن يكون له عمل ظاهر أو عمل باطن، والعمل الظاهر لابد له من باطن. يعني أنا أما أجي أصلي مش لازم تتوفر فيها النية؟ طبعا. يبقى إذن النية تأخذ النصف والأعمال الظاهرة تأخذ النصف. ده الشرط الأساسي في كل عبادة عندنا. بالضبط. ومن هنا كان ربنا سبحانه وتعالى أودع رضاه في أسرار العبادة، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأخلص الناس في طاعتهم الذين يصومون لله. الصائم كل عمل ممكن يكون فيه رياء إلا الصوم، حدش أبدا يقدر يرائي في الصيام. علشان كده كان ربنا يختص بعض العباد بالعبادات. ففيه واحد يقول لك إيه ربنا بيفتح عليه، وأنا بسميه رزق أخروي. يعني لما ربنا يخاطب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وبعدين يقوم جاي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله. طيب أما يكون الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بيرشده أن يتقرب إليه في صلاة الليل أو في جوف الليل، وربنا يقول لنا إيه، ينزل ربنا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير. ده في واحد قاعد على السوشيال ميديا، وفي واحد قاعد على النت، وفي واحد قاعد أمام التلفاز، وفي واحد قاعد في لهو وفي مجون، وفي واحد تاني نايم، وفي واحد قام ليتصل بالله، هل يستوون؟ أبدا. طيب إذن هذا سر بين العبد وبين ربه. لما أخلص العبد في عباداته لله سبحانه وتعالى أعانه على أن يقوم من الليل ليتقرب إلى الله. ولذلك سئل الحسن ما لنا نرى الذين يتهجدون وجوههم بيضاء، حتى ولو كان أسود اللون
وجهه يعني في قبول في السمر المنورة. قال لأنه يختلي بربه فينال من نوره نورا. شرف المؤمن في قيام الليل. في قيام الليل مش كده؟ خدت لحضرتك ما شيخنا بيقول أيوة. شرف المؤمن يبقى إذن في قيام الليل. يبقى إذن الإنسان لابد وأن يكون له سر حتى في كل شيء. علشان كده من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خل فيهم اثنين يخفوا أعمالهم. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني خاليا يعني هو بينه وبين ربه. وقال العلماء إما أن يذكر بقلبه وإما أن يذكر بلسانه، وكلما كان مختليا مخلصا لله نزلت الدموع دون أي شيء يراه، من غير محبوب، لا شايف فلان ولا شايف علان ولا حد ولا بيمثل، ذكر الله خالي. لا ادعاء في ذلك نهائي، هو خاليا ففضت عيناه. علشان كده احنا دايما يا استاذ حسن نقول ايه، خلي لك حاجه مع ربنا في السر. الله ربنا حتى تحدث عن الحال مع خلي لك حال مع ربنا. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى قال العلماء ان اخفاء الصدقه افضل من اظهارها الا اذا كانت تحفيزا للغير على ان يفعلوا مثله. يعني انا عملت كده وطلعت هذا المبلغ او تصرفت هذا التصرف وهذا السلوك قدام الناس ليس رياء نعم ولا سمعه، وما كنت كل ما اقصده فضلت الشيخ محمد اني احفز الناس. أيوة. احمس الناس. وتبقى العمليه سجيه بعدوى. هو دايما يبقى ده النيه بقى هي بالظبط ضبطت البوصله. حضرتك انا يمكن انا في انت عارف انا في بناء المساجد من 40 سنه طبعا، فاما كنت اجي نبني مسجد كنت اتكلم مع الناس ففي واحد يقول لي انا مش عايز حد يعرف خليه فاعل خير، اقول له انت ممكن ذكر اسمك حضرتك، هو كده خلاص هو خد الاجر والثواب بتاع الاخفاء، انت ممكن ذكر اسمك يحفز انسان يعني ما بيتحركش يحرك جواه الخير فيعمل زيك خدت بال حضرتك. لكن احنا دلوقتي اما يكون الانسان يعني انا بحط ايدي في جيبي كده اطلع صدقه وانا ما عرفتش هي ايه ولا كام، خدت بال حضرتك، دي لوحدها دي لها دلالات. صدقه السر، شوف بقى سيدنا النبي بيقول لنا ايه، صدقه السر تطفئ غضب الرب. ليه بتطفئ غضب الرب؟ لان انا ما تصدقت في السر كان القصد من الصدقه بتاعتي ان انا اعين محتاج، انا بديله علشان اعينه على شيء هو محتاج اليه، فلما انا اديت له هو مخلوق لله، فلما انا رعيت مخلوق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حتى لو كان غضبان عليا في حاجه يقوم يغفرها لي ويسامح لي فيها. يا سلام، بهذه المعاني المهمه جدا، وهرجع بعد التقرير اللي هنشوفه دلوقتي مع الشيخ محمد، يعني هنقف عند نقطة ربط هو الأنوار بالأسرار بالأعمال. فعشان كده في سيدي ابن عطاء الله بيقول إن أنوار الملكوت موزعة في صنوف الطاعات والموافقات. والتفصيل بعد التقرير. من أهم خصال الخير في الإسلام سقي الماء، لأن الماء به قوام الحياة، ولأن سقي الماء فيه بيان للعطاء العظيم والذي يلقى به صاحبه ثوابا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث القدسي أن رب العزة قال عبدي استسقيتك فلم تسقي، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه، أما علمت أنك لو سقيته
لوجدت ذلك عندي. سقيا الماء يصورها الحديث القدسي بأنها سقيا الله بلاغة وصلت صيغتها النهائية وتعطي أهمية قصوى لسقي الماء. سقيت إنسانا بيدك، أجريت نهرا، حفرت بئرا، عاونت مع غيرك في تيسير وتسهيل بلوغ الماء. اللهم يسر لنا سقي الماء واجعلنا من الموفقين يا رب العالمين. وقلنا التفسير بعد التقرير، وحضرتك بتربط هذه الأسرار اللي موجودة ليها كلها أنوار وكلها بصائر. سيد ابن عطاء الله بيقول أنوار الملكوت. نعم. احنا عايشين في الملك، يعني أنوار الملكوت، الملكوت، الجبروت، الرهبوت. احنا خلينا في أنوار الملكوت موزعة في صنوف الطاعات والموافقات، فبقدر طاعاتك بقدر تدفق هذه الأنوار. نعم. قد كده هي دي ازاي تلاقي طاعة توفق فيها في السر. انا شوف تاخد نور من الانوار. دائما دائما بنقول ان اي انسان ربنا بيوفقه الطاعة لابد ان يشكر ربنا سبحانه وتعالى على ان وفقه لهذه الطاعة. صحيح. طيب احنا بنقوله ليه سيدنا ابن عطاء الله بيقول ان بينال من نور الملكوت. اما اجي اشوف واحد عامل بئر الصابرين اسمه ايه؟ بئر الصابرين صاحبه اسمه ايه؟ اللي تبرع بفلوسه مين؟ معرفش. تعرفه مين؟ لا والله ولا لا. خدت بال حضرتك؟ هو اذا هو اخفى صدقته، اخفى الصدقة. طيب هو بيبتغي بها ايه؟ وجه الله. وجه الله، عايز ناس تشرب شربة ماء. طب ما انا عشان هو بقى بيعمل كده، ما احنا عايزين برضو نبشره. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى واحنا بنتفرج على التقرير، سيدنا النبي دايما دوائر النصح والإرشاد، ويسقي الإنسانية مش المسلمين بس، ويسقي الإنسانية كلها. خلينا نروح للفاصل معانا فضيلة محمد ونرجع لحضرتك تاني. ومع فضيلة محمد الكثير والمزيد من التفاصيل المهمة والحلوة قوي. وزي ما كنا بنتكلم عن الأسرار اللي بنسميها برضو الخبيئة، إيه الخبيئة اللي بينك وبين ربنا؟ الخبيئة اللي اتعودت على طاعة معينة فكانت هذه الخبيئة، كان هذا الكنز المدفون جواك، المختزن جواك اللي من خلاله بتطلع طاقة أنوار بتنفعك دايما في حياتك في الدنيا وفي الآخرة. خلينا نروح للتقرير اللي معانا ونشوف مزيد من التفاصيل، ونرجع لفضيلة الشيخ محمد رضا من علماء أزهرنا الشريف. كيلومتر من القاهرة جايين لأهالينا الطيبين الكرام في عزبة آدم قرية أطواب مركز الوسطى محافظة بني سويف. جايين النهاردة بفضل الله عز وجل علشان خاطر نعيش معاهم فرحتهم وسعادتهم بخمسة وتلاتين بئرة نرتوازية بنفتتحهم النهاردة في ضيافة سيدي ومولاي فضيلة الولي الذاكر والصفي العارف فضيلة سيدي يا شيخ محمد رضا عبد العزيز. سيدنا يا مرحبا. دايما كده ببشر الناس وطلعتك معاهم بهية. والله احنا يعني انا بحب دايما ادخال السعادة على الناس اهالينا اللي احنا محتاجين ان احنا نكون سند معاهم، وده طبعا بفضل وبدعم
السادة المتبرعين اللي هم بيجمدوا قلبنا وبيخلونا نيجوا ونقول لهم نعمله وما يهمناش. ويمكن صاحب هذا البئر يمكن الأستاذ هاني طاهر، الرجل سماه بئر الصابرين، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يبشره دايما بالخير. وفعلا هم الناس دول صبروا كتير، ولما شفنا وانتم شايفين فرحة الأولاد شكلها ايه بالمية، والمية ديت يعني أساس الحياة وأصل الحياة، فعلشان كده الناس دي صبرت كتير. فكون ان ربنا سبحانه وتعالى يسخرنا ويسخر المتبرعين ويسخر مؤسسة نبض الحياة والناس اللي كل الفريق ده كله ربنا بيسخره ليه؟ علشان ندخل السعادة على الأطفال دي وعلى الست الكبيرة دي وعلى أهل البيت، إن الناس اللي كانوا محتاجين شربة المية دي يا دكتور مصطفى. الحمد لله يا رب العالمين، فرحة عظيمة النهاردة ودعوات بقى، بس دعوات طالعة من القلب. 35 بئرا ب 35 فرحة، ب 35 سرور، ب 35 سعادة في بيوت عزبة آدم في قرية أطواب في مركز الوسطى في بني سويف. شوفوا بقى الدعوات أهي أهي، أحلى حاجة أهي أهي أهي. يا رب يجعلكم سعدان وكسبانين، يا رب يجعلكم فرحانين، يا رب ما يذلكم لحد. هي بتقول أنا صبرت ونلت، أنا صبرت ونلت، والنهاردة عايشة الفرحة والسعادة والسرور يا جماعة. الحاجة رسمية يعني من الناس اللي هي الطيبة الجميلة جدا، اللي كان لازم نقطع مسافات ونمشي ساعات وساعات عشان نيجي نعيش معاها الفرحة والسرور. يا سلام، بتقول شوف ريحتونا يا سلام، ريحتونا والله. والنبي انا عايز اشوف فرحتك وضحكتك في الميه الجميله بقى. الميه جت اهي، الميه اهي، الميه اهي. اشرب يا حد وانا اشرب مكانك. يا سلام اهو، شوفوا يا سلام، شوفوا اهو فرحانين. يبقى مرة تانية ورجعنا لكم، وبعد التقرير اللي شفناه فضيلة الشيخ محمد رضا بنرجع برضو واحنا بنتكلم عن هذه الخبيئة، الخبيئة اللي بين العبد وبين ربه من صنوف الطاعات. واحنا بنتكلم عن صنف العمل الخير، أليس من صنوف الطاعات اللي نشكر الله سبحانه وتعالى ونشهد له بمنته علينا؟ ده أنا عايز تعليق بسيط على الحديث الذي ساقه أستاذنا ومربينا وعالمنا الفاضل، عمدة الحديث، عمدة كل حاجة، سيدنا الدكتور أحمد عمر هاشم رضي الله عنه وأرضاه، اللهم أمين. أما حديث سيدنا النبي لما يقول استسقاك عبدي فلان، ألا طيب اللي تبرع ده كان يعرف إن ربنا استسقاه لفلان؟ ما يعرفش. إذن كأن الله سبحانه وتعالى جعل خبيئة الأعمال لمن اصطفاهم من العباد. مش حفظة القرآن ربنا اصطفاهم طبعا، وأهل الصدقات ربنا اصطفاهم طبعا. أنا أعرف ناس بتتصدق هم في حاجة ماسة للصدقة اللي هم بيطلعوها للفلوس دي، لكن هم تعودوا عرفوا وشافوا وداجوا، من ذاق عرف ما بيحسبهاش الحسبة بتاعتنا بقى خالص، يعني واحد زاد واحد بتساوي اتنين طبعا. لا ده بيحسبها ان كل اللي عند ربنا كتير، كل اللي عند ربنا هو اللي باقي. طيب انت مع حضرتك وقت فضل، انا عايز بس يعني سيدنا علي كان له يقين في ان اللي هو بيعمله موجود عند ربنا، ودي كان اليقين ده كل واحد فينا لازم يكون عارفه. أما جدتنا السيدة فاطمة اشتهت الرمان وذهب وباع ثوبا واشترى به رمان، قابله سائل فأعطاه، لا هو اللي خلى الثوب ولا هو اللي جاب الرمان لستنا الزهرة. طيب يدخل البيت وبعد أن يدخل يجد الطارق، من بالباب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد معه طبقا من الرمان فيعد الرمان يجده تسعا
فيقول له أين العاشرة؟ قال هذا هو الرمان. شوف برضو الناس ما تتعلمش الكذب. شوف هذا هو الرمان. مش ما قال له ما فيش غير كذا. في فرق بين الاثنين. طبعا. والإجابة واحد. دي معاريض. خدت حضرتك المعاريض كده. هذا هو الرمان. هذا هو الرمان. قال له أخرج العاشرة. فلما طلعها الرسول استغرب بقى. سأله. قال له لما اختبأتها؟ قال له لأختبر بها درجة إيماني. إذن إذا كان العبد يعمل عملا فيه خبيئة فيه سر بينه وبين ربه فإن الله تبارك وتعالى يعطيه على ذلك الأجر الجزيل. وخلي بال حضرتك عطاء ربنا ما حدش يتوقعه أبدا. ليه؟ لأنه إذا أعطيت أنت كنت كريما. وأنت ومن أسماء الله الكريم فصفة الله سبحانه وتعالى أنه الكريم مش كريم. فلا تكون أنت أكرم من الله، فالله أكرم من الجميع. لابد أن يعطيك ويضاعف لك العطاء. يا الله، يعني برضو نعدل برضو المعدل اللي قلتها من شوية. الإنسان يقول واحد ناقص واحد بيساوي صفر. نعم. لا، عند ربنا وفي عطاياك مفيش حاجة تنقص عندك خالص نهائي. هتبقى أضعاف مستحيل. مضاعفة مستحيل. دي حسابات ربنا ليك أحسن من حساباتك لنفسك حتى لو كنت أشطر واحد. خلينا نروح للتقرير الأخير معانا ونتفرج عليه ونرجع لفضيلة الشيخ محمد رضا والحضراتكم. علمنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفر بئر ماء فلم يشرب منه طير أو إنسان أو جن، يعني زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في كل كبد حرى أجرى. افعل واقضي واجتهد في دنياك بالأعمال الصالحة لتنعم بسعادة الدنيا والآخرة، وكلنا في الخير فريق ونبض الحياة في الطريق. واحنا كل يوم بيجي لنا نداءات من قرى وقفور ونجوع في أنحاء الجمهورية. في عزبة الوقف تبع المركز الوسطى في محافظة بني سويف. احنا دلوقتي في عزبة آدم قرية أبواب مركز الوسطي محافظة بني سويف. 35 بئراً ب35 فرحة، ب35 سرور، ب35 سعادة. من توفيق ربنا سبحانه وتعالى للإنسان إن هو يوفقه في اختيار نوع الصدقة اللي يتصدق به. وكمان من أعظم التوفيق المكان كمان اللي هتعمل فيه الصدقة فيها. الأم أو الست اللي بتقطن هذا البيت يمكن عندها والعياذ بالله مشاكل على القلب. فشوف توفيق ربنا سبحانه وتعالى إن بير المية ده يتعمل جنب المسجد. العظمة بتاع العمل الصالح ده إن هو أول مستفيد منه أرملة وأيتام. البير موجود على شارع رئيسي زي ما حضراتكم شايفين، بعمل واحد بس نفعت كام واحد من الأحياء ونفعت كام واحد من الأموال. كلما نظرت إلى المحتاجين نظر الله إليك. دعا ربنا وقال له يا رب أنا محتاج للمية، محتاج لبير ارتوازية، فربنا سبحانه وتعالى اختصك واختارك ودله على عنوانك وقال له هو ده عبدي لا تقضى على يديه حاجته. وعشان احنا بنسمع بقى منهم كتير فانا حابب لحضراتكم ان انا اقول لكم الصوره. تعالوا معايا نشوف. شكرين قوي على الميه اللي جاتنا دي. حل ازمه كبيره لينا بصراحه ان بقى في ميه في المكان اللي احنا قاعدين فيه. بير ميه اللي حضراتكم شايفينه ده بيمثل حياه للناس كلها هنا. هنيئا لهذا الرجل الصالح. شكرا أستاذة مريم. شكر الله عز وجل لك وجعل هذا العمل في موازين حسناتك يوم القيامة. نشكر الأستاذ أحمد عبد العظيم والأستاذة صفية هاشم. ونشكر الناس اللي هي ماشية وراهم في الخير دي أهي. شكرا نبض الحياة. شكرا ليكم، هديتكم وصلت ولسه في انتظار المزيد من دعمكم. لسه محتاجين خزائن خير تتفتح عشان تدخل فرحة وسرور عليهم. أبواب الخير اللي محتاجاكم كتير جدا فما تتأخروش عليها.
وبعد مزيد من التقرير فضل الشيخ محمد، ايه اللي بيلفت انتباهك ويشد انتباهك اكتر في حضورك للابار الارتوازيه لسقي الماء؟ اللي بيلفت انتباهي ان انا قبل ما بركب العربيه بتاعتي وانا مسافر، اول شيء بعد على السوبر ماركت اخد معايا ماء بارده عشان اشرب. طب ليه؟ لان ممكن وانا في الطريق ما لاقيش مكان اشتري منه ميه. طيب اللي بيلفت انتباهي ان انا الميه ممكن تنقطع عن المنزل عندي ساعه، البيت يحصل فيه ربك. اللي بيلفت انتباهي ان اذا كان ناس محرومين من الماء نهائيا، ايه دورنا احنا كمجتمع مدني وكناس عارفين ربنا وكناس معانا فلوس، سواء الافراد او المؤسسات الخيريه، خدت بال حضرتك، اللي بتدل اهل الخير على انهم يعملوا الخير وتسهل المهمه. بما ان الدوله العظيمه وجمهوريتنا الجديده محدده ادوار اضلاع مثلث التنميه، نعم، المجتمع المدني لدوره، الحكومه ليها دورها، الحكومه بتقوم بالاعمال العظيمه، الدوله بتقوم بالدور العظيم، ما تقدرش اي مؤسسه تقدر تقوم بيه، ومحدده دور المجتمع المدني، مؤسسه المجتمع المدني، نعم، يؤدي دوره على اكمل وجه. هو ده حضرتك اللي انا بقول عليه، ان احنا لابد ان يكون لنا كل واحد سر مع ربنا، لان افضل شيء الذي تحيا به حتى الجمادات، حتى الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلا يكون الحجر حجرا إلا بعد أن يكون ترابا ثم يضاف عليه ماء ثم يكون لبنة ثم يدخل النار فيكون حجرا، وإذا ما كان حجرا لا يكتمل البناء إلا بعد أن يضاف الرمل إلى الأسمنت بالماء، وبعد البناء يقال من المتخصصين رشوا البناء أو الصب بالماء، ده الحجر. ما بالنا بالإنسان؟ ما بالنا بمن حرم من هذا الماء؟ إذا كان الحجر يحتاج إلى الماء، فما بالنا بالإنسان الذي خلقه الله والذي كرمه الله سبحانه وتعالى وجعل لنا اختبارا في هذا الإنسان؟ أنا وحضرتك والسادة المتبرعين، ربنا بيختبرنا، يا ترى إحنا هنساعد الناس دي ولا لا؟ ولما نساعدهم نعرف ان الرجل غفر الله له ذنوبه بسقيه كلبا، وامرأة بغي غفر الله لها الفاحشة بان سقت كلبا. يبقى اذا كان سقي الحيوان يغفر كبيرة من الكبائر، فكيف بمن يسقي انسان؟ اذا كان انسان قد فعل ذنبا يريد ان يغفر الله له، فليجعلها خبيئة ويقول أنا مؤسسة نبض الحياة، أنا هروح أعمل معها بير، هعمل معها وصلة مية، هعمل معها بير استوازي، هعمل معها محطة تحلية، أي شيء أسقي به إنسان حتى يغفر الله لي ذنبي. إذا كان هذا الأمر قد تعلق بكلب، فما بالك إذا تعلق بقلب؟ نعم. يعني اتعلق الأمر بحيوان أعجم أشفقت عليه وأرفقت به فنالك هذا الغفران ونالتك هذه المثوبة، فما بالك إذا نال هذا الخير هذا الإنسان أو ذاك الإنسان. بشكرك شكرا جزيلا الشيخ محمد رضا من علماء زارنا الشريف، ونلتقي على كل هذا الحب وكل هذا الخير. ربنا يجازيك أستاذ. دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.